بالله عليك يا هيبقى دكتور فيه وفائي، مصر كلها عايزة تعرف هو ايه اللي حصل لبيرسي تاو، من لعيب بيتصاب بيلعب ماتش ويتصاب ماتشين ويلعب ماتشين ويتصاب ماتش ومتذبذب في الحتة دي، اللي بسم الله ما شاء الله حاجة النهاردة كان مكسر الدنيا حتى كمان مع جنوب افريقيا قدام المغرب. ايه اللي حصل؟ بس قول لي ده قول لي ده قول اللي لي قول لي حضرتك قلته قبل كده. حضرتك قلت ايه في الاول؟ قلت انت عندك مدير فني ومدرب احمال كويسين يخلوك ما بيستعجلوش على اللعيب، بيدوا له الفتره التدريبيه الكافيه. بس تاو كان كل المشكله عنده احنا نعالجه، ينزل التمرين يبدا يكمل ماتش اتنين تلاته يتصف في حته تانيه. اجي انا والدكتور احمد واحنا بنتكلم، يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ احنا دلوقتي ما عندناش اصابه في نفس الحاجه، يعني بيرسي تاو عمر اصاباته ما اتكررت في نفس ايوه بالارقام نظبط نظبط جاكيت البدله البنطلون يضرب. على طول. تعالج الضمه الخلفيه تضرب، تعالج الخلفيه الاماميه تضرب، يعني العضله ما بتتكررش اصابتها تاني. فده يدل ان ده مش عيب، مش عيب علاج طبيعي ولا عيب تاهيل، هو كل المشكله هو عيب ازاي تدخله يدخل جوه المنظومه بالتدريج، واكنك هتعمله فتره اعداد من الاول. ايوه علشان هو قعد شهرين، بعد كده في شهر، في شهر الموضوع نفسه اصلا ما بقاش لطيف، لغايه ما قعدنا اتكلمنا فعلا مع الراجل، والراجل سمع الكلام وبدا ياخد الموضوع بالتدريج جراديولي جراديولي. حتى الدكتور احمد يعني انا افتكر له حاجات كده، والماتش شغال يكلم المدير الفني يقول له كفايه عليه كده، العضله فيها مشكله، عشان ما حصلناش مشكله. وهو راجل كان متجاوب يعني صراحه، وكان بيفهم يعني، يعني صراحه من احسن الناس اللي اشتغلت معاها يعني في الحاجات دي. مثل المثل المصري اللطيف يقول لك اللي بيفهم بيريح. انا هوي ده يعني صح؟ بص، هو اللي يفهم مريح كتير، رايح كتير مهما صح؟ مهما عملت وجبت اجهزه وتعلمت وسافرت ورحت وجيت، ممكن اي قرار ياخده هو مثلا محتاج اللعيب ده ينزله 90 دقيقه، طب مش هيلاقيه باقي السنه يعني.